انا مقصود جدا جدا في اليوم ده، لانه ايزيكيال وانتصار هما عيد ميلاد حكم يوم الليلة. طبعا اسكيال هو اتولد في السودان في 98 في شهر 6 يوم 4، وانتصار برضو هو اتولد في 2006 في يوم 15 شهر 6. وأنا مبسوط عشان عيد ميلاد حكم الليلة، ونتمنى يعني نتمنى عليكم. هو طبعا بقول في حاجات كتير، وقال داير يكون دكتور، ونتمنى له تشجيع هم عشان نتمنى لهم في الحاجات اللي هم طالبينه هم يمشي يواصلوا بقدام، ونتمنى ربنا يساعدهم ويساعد الجميع، وهم دايرين يعملوا في حاجات كتير ويفيد برضو. وميلاد طبعا حقه بعيد، ولكن هو بقول هو مطالب برضو عيد ميلاد حقه، ولكن عيد ميلاد ده طبعا ده تشجيع للعيال للمدارس وشان يمشي قدام. نحن بنتمنى لعيالنا كلنا هم يعملوا حاجة كويس لنسبة السودان، لأن السودان ده تعبان وبيحب يعني تعليم عالية زي بتاع أمريكا. هنا لما العيال يتخرجوا يمشي يشتغل هناك ويساعد الناس في السودان، لأن الناس تعبانين في حاجات كتير. ونتمنى لكم كلكم سعادة. والعندي طبعا ده هو البسيط، والأسرة يا هو معي، وده حاجة البسيط يعني. وشكرا شكرا كتير لأجل الفرصة. Thank you. أما ترجمة أما ترجمة أما ترجمة صلى
باسم الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين. Okay.
نتكلم عربي. أنا مبسوط جدا جدا في هذا المساء عشان أنا شايف ناس كثير جو من محلات مختلفة لعيد الميلاد بتاع ابن بتاعنا اللي هو إيزيكيال جبرائيل الطاير. I'm very happy for this evening because there's so many people chanting for Ezekiel Pariel birthday. وأنا برضو مقصود شديد لأننا عندنا international coming in اللي هو بيشوب أندودو هو موجود معنا كمان وصاحبه اللي هو موجود في نتيجة. Also I'm very happy for our pastors and Bishop Ndudu who they came from Sudan and then to come to visit us here this year. ده حاجة كبير جدا جدا بالنسبة لنا عشان واحد يعني يقطع oceans across many oceans to come to America. Okay. That's okay. Okay. Let us start over that. Okay. It's kind of special for us, especially when somebody comes overseas from Africa to the United States. يعني محلات بعيدة حد يجينا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. When somebody comes from Africa means something special for us. يعني الزول جاء من أفريقيا يعني ده حاجة خاصة بالنسبة لنا هنا. When somebody comes from Africa, he spends a lot of money in airplanes to come to visit their brothers and sisters in America. عشان تيجي من أفريقيا يعني بيحتاج مبالغ كتير جدا جدا عشان يعني ده طائرة بتكلم فيها كتير جدا. And I want to tell Bishop that when we see somebody came overseas from Africa, we can't believe it. We are so too excited. We are not believe that you are here yet. Yeah, أنا عم بقول أن زول جاء من محلات بعيدة خاصة في أفريقيا ويجينا هنا زيارة أنا عم نكون مبسوط شديد. We need to give a strong hands for Bishop that we are happy for him to be here. يطلب مننا أن تدينا مبارك عشان زيارة. A second thing I am very appreciate about his friend. He has been driving across countries, across the states to visit him in every place he want to go. يعني بيشكره يعني شكر شديد بالنسبة يعني مسافاته من جامع المحل بعيد لينا هنا. I can say he's very special friend for Bishop. ده يعتبر ده صديق الوحيد بالنسبة لمطران جيم. Right now he drove like thousands of miles to let Bishop to visit friends in the United States. That's a special thing. ده مثلا ده آلاف المسافات يعني اللي هم الناس قطعوا عشان يجينا هنا كمان. And still it's gonna go another 2-3 more miles. وممكن كمان انتوا كمان ثلاثة ميال عشان يجي. Three to four thousands more miles to go back to where they came from. I believe most people they think it travel by airplane. No, it's traveling with a car. Toyota Corolla, whatever they drive it. It's a red car, I've seen it. كنت ممكن تفتكر إنه الناس جايين بالطيارة، لكن الناس جايين بالجايين بالبر بالعربية. I can say it's not him. It's not special for Bishop, but it's very special friend for us. ما إنه ده هو خاصة بس للمطران، صديق للمطران، بينما ده صديقنا كلنا. I'm sorry, he's keep telling me his name, but I'm not a good name keeper. What's your name? Jim. His name Jim. وما كان عارف اسمه لكن سمعت إنه سأل اسمه قال اسمه Jim. And again, I'm very excited for those who came from different places to come to share in this the birthday of Ezekiel Botrus. وكمان بيشكر الناس جو من محلات بعيدة خاصة الولايات زي ما شايفين في ناس جو من أيوا وفي ناس جو من واشنطن. وفي ملايات كمان لأننا ما ذكرناه عشان يجينا هنا زيارة بظبطة خاصة بالنسبة لمناسبة بتاعت إيزيكيال وأخته. Yeah, إيزيكيال and his daughter. No, إيزيكيال and his sister. What's his name? انتصار. أخت إيزيكيال اسمها انتصار. بطرس and Sima, when Ezekiel turned 13, it was so special in their house. They were so excited. أنا شفنا بطرس ومرته اللي هو سيما هي سيما طبعا ذكر لما يعني
أصبح عمره 13 هم كمان بقى مقصودين. They know that when the kid is 13 years old, he's a responsible man. أنا نعرف إن الولد لما يمشي مصر عمره 13 وماشي فوق طبعا ده يعتبر راجل فاعل خلاص. They can say something. It's a special man. He can keep a plan. He can keep an idea in the family. يعني هو بعد كده بيكون مسؤول عن أخوانه وأخواته يعني بيكون بعد كده مسؤول بالنسبة للبيت. So Sima and Botros were so excited. So because in three years, Ezekiel is gonna get driver license. أنا كمان هنا بنشوف بطرس وعمارته هما مبسوطين عشان Ezekiel كمان وصلوا لمرحلة 13 سنة. بعد 3 سنة كمان هما هيكون عنده driver license. هو بعد كده هيسوق العربية. After he get driver license, he's gonna drive his dad or mom work back and forth. هو بعد كده ما هيريح أبوه من السواقة وبعد كده هيسوق العربية لأبوه وأمه كمان. And also he's gonna drop all his sisters and brothers to school. كمان هيسوق أخوانه يوصلوا في المدارس. And so Petros and Sima, they were happy and they didn't hold their happiness in their house. So they want to tell the world that we are happy because our son is growing. ده سبب الخلاهم لنا عشان ينادونا كمان عشان يورين انه ابنه واخته صغيره كمان النهارده خاصه مسكني اصبح 13 سنه. Okay, so they call all of us who came from different places to come to support them in their birthday of their son, Ezekiel Botros. هم نادانا كمان عدد دعوة ولايات والناس جو من مناطق مختلفة عشان يجي يحضر في المناسبة And I believe they invited everybody to come over us. But some people they came to, they heard that they came to support them. Yeah. But I'm going to say the Lord for you, if you get invited or not, you are very special today. And after we finish everything, the party, we have a special party with our DJ, National Midwest DJ, Babala. Into بعد ما نهاية الخدمة بتاعت Happy Birthday بتاع Ezekiel, بعد ما ننتهي منه, انتوا شايفين الحاجات اللي واقفين دي, بعد كده الناس بعد كده هيبتدي يعمل الحفل. And I believe you guys, you don't know something, we need to proud of ourselves that we have a DJ. In our Nuba community. طبعا نجلس من DJ ده عجب ده فلان. نحن ما كان عندنا نجلس ده لكن الحمد لله ربنا باركوا أخونا بابالا قدروا يجيب لنا حاجات غريبة جدا جدا ممكن الناس يسمع في الشهر آخر الثاني. We are strong in the Nuba or Moro community. We need to keep our hands, very strong hands for بابالا DJ. عشان كده بقول لنا كمان خلينا نقود يدنا مع بعض لأخونا بابالا. I think I'm not gonna talk. I want everybody to be free in this occasion or in this event. Be free. That's your place. Have fun. I believe we are gonna have a lot of music going on. African music, Arab music, Nuba music, Egyptian music. Just we're gonna have a lot of fun today. Thank you. خليك خليك عن مرتاحة وكده. أنا طبعا أنا هنكون إذا نحل دي عشان حفلة دي بعدين نكون بدأوا بعدين هنكون. شكرا. أمين نحن سمعنا ترحيب كل الناس اللي جاوا في أماكن مختلفة. يونس بيقول ده محلكم أي واحد يشعر بحرية وفي تتنا لحظة كثير جدا جدا. ونحن سمعنا إنه اليوم نحن جينا عشان شنو؟ عشان إزيكيال وأخته انتظار. يا عيد ميلاد بتاعه يعني أبوهم مبسوطين جدا أبوه وأمه مبسوط جدا عشان شنو؟ إزيكيال ده مكان 13 سنة إزيكيال حتى وصل يعني ربنا حافظ حياته يعني حد وصل وين 13 سنة وبرضه انتظار ربنا كمان حافظه على حد ما جنوب وصل جنوب في 5 سنة عشان نحن نكون مقصودين مع أسرة بطرس وسيما وأولاده ونحن جنوب نفرح بهم بالصفقة شديد نحن ندوم الصفقة لفرح بتاعهم اللي هو إزكيال
هو تم 13 سنة وبرضو انتظار 5 سنة وطبعا إزكيان عنده قصة قصيرة وكتب عشان كمان يورينا الحياة اللي احنا ما عارفين وكتب شنو نحن ناس كده you have to be quiet we listen what Ezekiel wrote in his letter okay we are going to be quiet what Ezekiel you're welcome to read to us. Dear brother and sister in Christ, parents and friends, I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. My name is Ezekiel Walter Stever. I was born in June 4th, 1998 in Khartoum, Sudan. Tisa was born June 2000. It is a great day. Amen, 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 amen. You did wonderful, Ezekiel. Yeah, welcome. Wa al fatra di nihna namshi neti abuna bishop who was jam in Sudan dina khidmat in the Sudan. إنا دارين نسمع أخبار من السودان وكمان يدينا التشجيعات ويورينا ماذا حصل في السودان وقبل ما بيشوف يتفضل أنا بطلب أبونا جورج عشان يجي يقدم إلى الأمام يدينا كلمة بسيطة بعد شنو he will welcome Bishop forward to us. George, you will come forward. كل شيء انا مبسوط جدا ان اكون معكم الليله لعيد ميلاد بتاعت ازيكيال واخته كمان وانا نقول ده يوم عظيم جدا عشان كلنا نكون مع بعض عشان نفرح مع بعض لعيد ميلاد بتاعه وانا مبسوط عشان نجيبهم ده مره الخامس نجيبهم هنا في كران ايلاند والجو حلو شديد يعني تمتعنا به انا مبسوط كمان للمجتمع بتاعكم دايما انتوا عايشين مع بعض وفي كأسرة واحد وليان في جايب وده المفروض يكون كده كمجتمع وانا مبسوط جدا ما عندي كلام كثير عشان اتكلم يعني ده يوم بتاع ميلاد ما بيحتاج حاجات انا واحد يتكلم فوق ما في سياسه ما في كلام كثير انا عايزين نفرح مع ازيكيا وانا عايز اقول لكم عندنا زول كبير زول مهم في المجتمع بتاعنا كابتا السودان وكالمورو وبيشوف اندودو هو وصل عنده قريب لشهر حسا هنا وهو كان جاي لموضوع بتاع علاجات وبرضه عشان يجي يمر علينا يزورنا مره ثانيه لانه قبل كده كان جاي هنا في 2004 لكن ما كان يعني عنده فرصه عشان يلف لكل المحلات لكن اتورجا عنده فرصه كويسه عشان يقدر يلف علينا كلنا وقد يجوز يكون في ثاني اليوم مناسب واليوم ممكن احنا كنا نقعد هنا زي ما احنا عايزين وده ممكن لقدام للمستقبل ان احنا نفكر كلنا مع بعض وبيشوب جاء من السودان وجاب اخبار وممكن هو يشاركنا وانا حفظت له عشان يجي يدينا كلمة هو الجايز ويلكم بيشوب شكرا جول في البداية أنا بسلمكم في اسم يسوع المسيح لعلكم في سور أنا مبسوط عشان أكون في وسطكم الليلة وأشوف ناس تانيين لزمن طويل أنا ما أشوفه وأنا
مبسوط جدا اشوفكم ونحضر احتفال بتاعت عيد ميلاد بتاعت اولادنا وبنتنا بتاعت بطرس صموئيل وزوجة سيما. فأنا ما مش نتكلم كثير، لكن كده نحن نقرأ في كتاب المقدس زول يرجع بعدين في إنجيل لوقا الأصحاح 2 الآية 40 إلى 41.